اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه الدار بمركب محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء. الاشغال متواصله في جانبات الملعب المعلمه التاريخيه والرياضيه للعاصمه الاقتصاديه المغرب. فريق الرجاء والوداد البيضاوي حسب ما صرح به بعض المسؤولين من بينهم جواد زيات رئيس فريق الرجاء سيستقبلان مبارياتهم بدايه من شهر ابريل المقبل. في الوقت الذي توصلت به قناه الدار من مصادر موثوق بها ان الاشغال ستظل مستمرة إلى بداية الموسم الكروي المقبل. نخليكم مع هذه الصور بخصوص الأشغال لتأهيل مركب محمد الخامس. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.